يا رب. يعني احنا كل اسبوع بنتكلم في فرع او طرف من الاطراف الخاصه بالطلاق. النهارده بنتكلم عن الطلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديث، طلاق الاس ام اس، طلاق الموجود على الانترنت. الزوجه تفتح التليفون بتاعها تلاقي جوزها بيقول لها انت طالق، ده يقع ولا لا يقع؟ بس خلينا ناخد سريعا كالعاده، بنعمل كده في كل مره، من المردود المواقع والصحافه حوالين حلقات برنامجكم. امبارح مصراوي كتب عن حلقه الامس مع الدكتوره ملكه يوسف زرار، ملكه زرار تطالب بحبس الاولاد اذا لم يتحملوا مصاريف ابائهم، وده اكتشفنا بحلقه الامس ان السعوديه حتى بتطبق ده. ده اللي موجود معانا في مصراوي. ملكه زرار مرة تانية كده، ملكة زرار بتطالب بحبس الأولاد إذا لم يتحملوا مصاريف آبائهم، دي ظهرت معانا؟ طيب لغاية ما تظهر معانا الدكتور سامي عبد الجليل، بتتفق في هذا المطلب إن في مشروع قانون مقدم لمجلس النواب الأستاذة شادية خضير مقدماه، وهو إن الأولاد إذا لم يتكفلوا بمصاريف آبائهم، إذا قاموا بإعاقة زي ما بيقولوا كده الابن العاق لآبائهم، يتحبسوا. مع المشروع ده ولا ضده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبعد. هو ما لم يأتي بالقرآن والتقوى والخوف من ربنا سبحانه وتعالى كحقوق، لا مانع إطلاقا من أن الدولة تتبناه كقوانين وتقيم أشد العقوبات لتنفيذه. بمعنى أنه إذا كانت النفوس تضعف والوازع الديني سيضعف ولن يقوم الناس بواجباتهم الدينية نحو بعضهم البعض، لا مانع من تدخل السلطة وتدخل الدولة لتنفيذ هذه الأحكام. بمعنى ان ما بتكلمش النهارده بس عن نفقه اب وام، انت عارفين ان نفقه الاب والام بتجب على الابناء الذكور مش البنات، على الابناء الذكور في حال فقر واحتياج الاب والام. لو هم مش محتاجين خلاص، حتى الحديث نفسه انت ومالك لابيك، ده في حاله العجز والحاجه بس. حضرتك هنا مش مطلق الابن العاق يعني ليس هناك ما يمنع من حبسه. في بعض الاصوات تدخلت معانا زي مستشار وزاره الاوقاف دكتور صبري عباده، دخل لنا وقال ان الحبس مش هيغير حاجه. لا لا لا، ما ان الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقران. بمعنى اذا كانت الناس دينا مش هتبرأ ابائها وامهاتها وتقوم بواجباتهم، زي الرجل ما بيقومش بنفقه اولاده او ما بيأديش نفقة طليقته او مشاكل ذلك، ما القانون ممكن يحبسه ويقيم عليه عقوبة مناسبة. فكذلك اذا قصر الابناء في حق ابائهم، وان كان ده يعني المفروض ما يبقاش موجود اصلا كدين ومبادئ، يعني اذا حاولنا بكل الطرق لا مانع. طب ناخد سريعا بقى حلقة الاسبوع.